تفقد نائب محافظ المنيا محمد ابو زيد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بعدد من قرى مركز مغاغا ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه وشدد نائب المحافظ على ضروره تنفيذ الاعمال وفقا للرسوم الهندسيه ومطابقتها لمعايير الجوده مشيرا الى انه لن يسمح باي تقصير او تاخير من قبل اي جهه في تنفيذ الجدول الزمني للمشروعات وخلال الجوله التقى نائب المحافظ بعدد من أهل المركز للاستماع لمتطلباتهم والتعرف على احتياجات المواطنين من المشروعات لتحديد اولويات التنفيذ من المشروعات المستهدفه